اعرف منك من امتى دليدا كانت موجوده هنا والفتره اللي قضيتها هنا، هل كان في ناس كتير تعرفها؟ والله كانت ناس كتير تعرفها هنا طبعا، انا مولوده في البيت ده اصلا. كانت عايشه مع مين؟ مع امها واخوها، جاءوا اخ اسمه برونو والتاني ده كان بيغني ده، والكبير كان اسمه ارلوندو. فضلت هنا لحد امتى يعني؟ ها؟ فضلت هنا لحد امتى في البيت ده؟ لا بقى ما عملت الثوره بقى مش كله، مفيش حد شافها هي شخصيا، انما هي جت لزيارتي خد بالك، تزور المنطقه وتزور بيتها القديم. في الفترة دي يعني اللي احنا شفناه فيها لما كانت في الثمانينات، انما الفترة اللي هي وهي وهي صغيرة ديت بقى جيل قديم قوي، واخدين ناس كبار قوي يمكن اللي حضرتك، هو الوقت كله دول الناس اللي شافوها لما جت صغيرة في الثمانينات. ابويا بس هو اللي كان يعني كان بيتعامل معاهم يعني. هل اهالي الشارع مثلا كانوا ليهم فخر بدوت او ان هم كانوا على طول بيحاولوا يشوفوا؟ لا لا لا، ما لهمش دعوة بحد، كده في حرب يعني. لكن هنا مفيش مثلا ذكرى ليها قوي او ناس بتفتكرها بموضوع البيت ده؟ ما هو مفيش الا ابويا، بس ابويا هو موجود بس قاعد في مدينه نصر. البيت بعد ما هما مشي منه، مين اللي سكن بدلها؟ اللي سكن مرحهم جوزيف، واحد صاحبنا هو اللي سكن بعديه. وما زال بقى لحد دلوقتي؟ اه موجود، اه بس ابوه كان اسمه عم فتحي او بتاع. الأخيرة بالنسبة لها كانت صعبة، هل كان في حد بيتنبأ لها بحاجة زي كده يعني، أو انتحار أو غيره، ولما كانت هنا عايشة وفي وسط الناس؟ بالنسبة لعلاقتها مع يا بس الزيارة كده، بصت على البيت ودخلت الشقة وقعدت شوية كده ومش مرتين سنين بس. ده كان كام؟ كان في الثمانينات. طب وبالنسبه لترحيب الناس بيها كان شكله ازاي؟ لا ما الشارع بقى مليان بجد، لسه من فتره بسيطه كانت في لجنه جايه فيهم اجانب ومصريين وممثلين مصريين وابن اسمه ده كانوا بيفكروا يعملوا البيت كمتحف زي كمتحف، وبعدين طبعا الناس اللي قاعدين اه كان معاهم ابن صلاح ناظمي الممثل، وبصوا هنا على البيت وبتاع، وبعدين راحوا بيت علي الكسار، حتى علقوا يافطة على بيت علي الكسار انه مزار سياحي. طب هي كانت شغاله في مدرسه هنا؟ مين؟ في ناس قالت ان هي كانت شغاله في مدرسه جنب بيتها وكده. لا لا، ده ما ده مشت من هنا طفله.